أخبار اليوم. نادر زميلك صايم معاك مش كده؟ صح؟ في ايه احسن من كده واجمل من كده في المصريين؟ ناس دخلت علينا الكمين قدرنا نتعامل معاها ونحقق فوق خسائر كتيره ضربوا علينا حوالي من 5 ل 6 قنابل. كنا بننزل في تريات الهندسيه والحمد لله ربنا كرمنا مفيش غير ناس فينا الـ5 اللي كانوا معايا تسووا بالشظايا وردينا رد قوي جدا 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 عليهم لانه هم اساسا يعني اجبن من اي حد نازل خلينا يعني الناس جبانه بيسمع صوت الطلاب يطلع يجري الحمد لله دفعنا عن نفسنا ودفعنا على الارض بتاعتنا اللي ميت ميت على سلاح وبنفس اللي احنا قايلين له عليه بنفس اللي احنا اللي متدرب عليه مفيش حد الجيش المصري كله بيفاق كلهم رجال والكمين كله كان متماسك وحققنا يعني نسبه خسائر احنا مات من عند 9 مات من عند مم والله على السلم بس بتاع العمارة ما دخلوا بعد ما دخلوا لنا أزب من 30 40 واحد العربية اللي تفجرت عسكري دخل السلاح في العربية ضرب اللي كان هيفجر اتفجرت بره الكمين فجرت فيه هو بس عشان ما يسيبش زمايله لأن العربية مصفحين لما كنا نسمع صوت الطلقة أو يسمعوا صوت ضرب جامد عليهم كانوا بيطلعوا يجروا فران والله مش بني آدمين دول أساسا مفيش مصري بيخاف ضرب النار عمره ما هيخوفك لو ضربوا علينا إيه لو جابوا إيه عمره ما هنخاف دار دينا مش هتاخد يعني شبر منها واحنا ان شاء الله نخف ونرجع لها تاني هجيب حق زمايل الشهداء اللي ماتوا لازم اجيب حقهم باذن الله لو على رقبتي باذن الله الجيش المصري طول ما هو موجود البلد في امان انا طول مستعدين لاي حاجه لو ما كناش مستعدين كنا متنا كلنا لو بايدينا بس هنموتهم كلهم هم اجمل من اي حد احنا راجعين تاني ان احنا نخلص البلد من هذه التكريم اخواتي الشهداء دول ماتوا بشرف واخرتهم ان شاء الله قدامنا وربنا يصبرها عليهم ما تقلقوش هو ما تزعلوش تفرحوا ابنكم مات شهيد مات بطل مات ما خافش من الموت مات بسلاح اقول للإرهاب ان شاء الله مصيرك على ايدين جنود الشعب المصري باذن الله ربنا كرمنا اخلص المستشفى واخف وارجع تاني رافع رجلي هاخد برضو الفيست بتاعي والفوزة والبندية وهطلع تاني هقف في كمين تاني وهنعمل كمين تاني وتالت ورابع وهنفضل ورام لحد ما ننظف البلد دي منهم بإذن الله مش هنخلي حد من مصر هي أم الدنيا تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر